السلام عليكم البنات والولاد، كي دايرين؟ لاباس مزيان؟ نتمنى كاملين تكونوا بصحة جيدة فين ما كنتوا، خارج المغرب وداخل المغرب. البنات والولاد عزاز وغاليين، وكنشكركم بزاف البنات اللي دخلوا القناة ديالي جداد والقدام، شكرا لكم. ورمضان على الأبواب، الله يدخل عليكم بالصحة وطول العمر عزاز وغاليين. وقبل ما نبداو هذا الفيديو، نتمنى ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه للحباب والعائلة وتكملوا الفيديو حتى التالي. بغيت نوريكم البنات واحد الطريقة، هنا ديال العسل كتكون زوينة باش تخدموا الحلويات ديالكم فهاد سيدنا رمضان، الله يدخلو عليكم بالصحة وطول العمر يا ربي. وغادي نوريكم شنو غادي نحتاجو في هاد العسل البنات. نقدروا نديروا هاد العسل ونزيدوا معاها شي عسل اخرى الا كانت عندنا، ولا حرة ولا اي عسل، المهم كتبغيوها نتوما وقت تعجبكم ماشي مشكل، نخلطو ماشي مشكل باش نقدو نخدمو الحلويات لينا في هاد رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم. شنو عندنا البنات؟ هنايا عندي واحد القلب ديال السكر على هاد الشكل، وعندي البنات هنايا ماشي طرود الماء، انا غادي ندير ربعة الكيسان بالكاس ديال العلبة، ربعة ديال الكيسان ديال الماء. وعندي هنايا واحد جوج مايد ديال القرفة غسلهم من قبل، وعندي هذه الوردة الباديانا، الباديانا انا ما اظن هي هذه السميه ديالها. وعندي هنايا واحد الحامضه صغيره مقشراها، محيده لها ديك القشره. علاش محيده لها القشره؟ حيت ديك القشره راه كتمرر ملي كتبقى في العسل، وهذا كيعطينا واحد المذاق بحال اللي يمر في الحلوى مع الوقت. وعندي هنايا كاس ديال بحال هذا الكاس اللي غادي نعبر به الماء ديال المزهر البنات، هذا المزهر غادي نديرو حتى للتالي. وعندي هنايا هادي المسكره حره، هي غادي ندير منها واحد المعلقه حتى نطيب العسل. ومن الاحسن البنات تبعوا معايا الفيديو حتى التالي باش ينجح معكم وباش تنجح معكم العسل. وما غاديش البنات نبلع الكوكوط، غادي تشوفوا الطريقه سهله كنخدموها في الساع من نكونوا مزروبين العسل، نخدموها دغيا كتوجد لنا في اقل الوقت. ودابا غادي نبداو على بركه الله باش نربحوا الوقت. انا غادي نهرس هاد القلب ديال السكر وغادي نرجع معكم، غادي نعطيكم مقادير حدا عينيكم وهذا الشيء اللي كاين. وتبعوا معايا غادي نهرس السكر ونرجع معكم. كان البنات هانتوما تشوفوا بعد ما هرس السكر ديالنا، باش كنهرسو هكا باش تقدر ينطلق كيفاش لنا. دابا هنايا البنات هانتوما راه عندي هنا الحامضة صغيرة، راني مقشراها ومحيدة لها داك العظم، غادي نحطها هنايا على هاد الشكل. هكذا عندي هنايا جوج ديال الوريضات ديال هاد الوراق بحال هادو، وكيعطيونا واحد المذاق زوين. وعندي البنات العميدة ديال القرفة غسلهم من قبل، غادي نرجعو البنات هنايا لكاس قهوة أمريكاوي، غادي نعمرو الماء لما بارد البنات، واحد هانتوما كنعمرو هنايا الماء، واحد جوج ثلاثة هاهم أربعة، هما هادو البنات لي غادي ندوبو بيهم هاد العسل ديالنا. دروك بقات لي هنايا البنات هادو غادي نحيدهم ديك الما. دابا بقات لي هنايا البنات هاد المسكة الحرة، غادي ندير لنا معلقة وكاس ديال الما الزهر البنات. ولكن غادي ندي قبل هاد السكر يذوب فوق البوطة على نار مهيلة حتى يذوب السكر ونقابلو بالحراك بالمعلقة ديال الخشب، غادي نوريكم وتبدعو معايا. وهانتوما هاكا دوكا البنات هانتوما تشوفو، هاني درت هنا فوق البوطة نارنا قطعو مهيلة وحد المعلقة البنات ضروري ديال الخشب أحسن، وكنقابلو هانتوما هاهما كيذوب وبقاو معاها البنات مقابلينو. ولا كان البنات عندكم لطيفة ماشي مشكل، قابلو حتى كيطيب على خاطرو وكيعطينا واحد اللون زوين. وعاد كنزيدو له هداك المظهر وهاديك المسكة الحرة، وهانتوما معانا هو في ساعة كيدوب وهادشي لا كاين. وكل واحد كيفاش كيدير الطريقة ديال العسل، كاين جميع الطرق، كاين اللي كيبلع عليه في الكوكوط ماشي مشكل، تا هكا كنتي انت هكا عرفتي كيبقى حدا عينينا. وهادشي اللي كاين، وتبعو معانا الفيديو تا التالي باش نوريكم كيفاش العسل ان شاء الله. البنات هانتوما تشوفو العسل ديالنا تبارك الله راه وجدات، هاهو الليمون كيولي في هاد اللون حمر، شوفو كي كيولي كترجع عليها واحد اللون وهي كتولي غزالة حمراء، طالعة واحد الريحة منها واعرة ديال العسل. ودروك البنات هنايا راني قلت لكم راه عندنا هنايا دابا غادي نطفي عليها هادي المسكة الحرة، غادي نديرو هنا واحد المعلقة، راها معلقة نيشا وصغيرة البنات هكا. وغادي نعمر هنايا، غادي نطفي عليها البنات هكا البوطة، غادي نعمر البنات واحد الكاس ديال
ماء الزهر، هانتوما ماء الزهر. درك هانتوما البنات انايا هنايا عندي كاس، ماغاديش نكبو كامل، غادي نخلي من واحد شويه. شوفوا هانتوما باش كتبقاوها هنايا واحد التبريده وكتبقى فيها واحد الريحه وكتجيكم زوينه في العسل. وغادي نخليوها البنات على جنب هكا. هانتوما هنا راني درت هنا واحد شويه، شوفوا راه عرفتي عسل واعره جمدات مع البروده. هذا هو الطريقه ديال العسل البنات، وهذا الشيء اللي كاين. ولا بغيتوا تخدموها البنات تبعوا الفيديو من الاول حتى التالي باش تنجح معكم. وكنبقاو كنستمروا في التحرك باش كدوب لنا هذيك المسكه الحره ويتخلط لنا هذاك الماء الزهره البنات. وهذا الشيء اللي كاين، وغادي نخليوها شويه ترتاح وتبرد، وغادي نخدموا بها الحلوه ديالنا الشبات فيا. هانتوما تشوفوا عرفتي ملي كبيت هذاك الماء ودزت مع هذيك المسكه الحره، غادي تشوفوا اللون تبارك الله فان ديالها، تحيلات هذيك الرغوه. دابا البنات غادي نخليوها شويه على جنب حتى تبرد شي شويه، وغادي نرجع معكم نوريكم كيفاش غادي ندير لها. وهنايا البنات هانتوما غادي ندير هنا واحد شويه باش يبان لكم، ما جبتها في التفصيل هذا باش تشوفوا اللون ديالها تبارك الله، وباش تعرفوا العسل ديالكم البنات. شوفوا كتبقى كيتبعكم هنا واحد الخيط هكا، شوفوا هانتوما الخطوط، عسل ناجحه 100%. غير جربوا حتى الطريقه راه زوينه، وكل واحد كيفاش كيدير الطريقه ديال العسل، ولكن حتى الطريقه راه كتجي واعره، غير جربوها. غادي نخليوها تبرد وغادي نرجع معكم نوريكم كيفاش غادي نحتفظوا بها باش نخدموا بها شي شيوه ان شاء الله. هانتوما البنات بعد ما بردت العسل ديالنا، شوفوا تبارك الله عرفتي ما نقولكمش حاجات زوينه. دابا البنات غادي ننتقلوا هنايا، عندي واحد الصفايه واحد البوكا يكونوا ناشفين ما فيهمش نهائي الماء، وقرعه كنغسلوها ونعقموها من قبل البنات. هادي بعدا ديجا العسل. دابا غادي نحطو هنايا هكا العسل ديالنا، هانتوما معايا غتشوفو، حيدو هاد المغرفه. انا كتعجبني المغرفه ديال الخشب نخدموها في هاد الحوايج ديال هكا ديال، شوفو تبارك الله حتى اللون، شوفو كي داير. غادي نحيدو هكا بطريقه باش نصفيو العسل ديالنا. ديك الحامض تبارك الله واحد الريحه طالعه منو والله الا تقولوا ديال الحقيقيه ديال النحله. هانتوما غادي نولي نعود هذاك الشيء، ما نخلي حتى حاجه ما نضيعو والو، ونوريكم. شوفوا هنايا هانتوما تصفيو هنايا بشي صفايه عندكم هكذا، كتحيدوا كاع هذاك الحامض وداك القرفه اللي درنا وهذيك الوريضه حتى هي كتحيد. هانتوما غادي نحط هادو هنايا، غادي نرجع لهم عاد باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هانتوما كنجيبو هنايا واحد القرعه، يا بسم الله على بركه الله يا ربي لا يحاشم، وكنعليو يدينا شوفوا تبارك الله وكنكبوها. عرفتي كتجي غزاله هنايا هكا، هذا راه غير قلب العسل، قلب السكر. شوفوا تبارك الله شحال دارنا ديال العسل، وربعه كيسان ديال الماء عطاونا هاد الكميه، وجايه غزاله ومازال حاميه شي شويه ما برداش عاد بزاف. وهذا هو العسل ديالنا على هذه الطريقه كيكون. نتمنى البنات والولاد تجربوه باش ينجح معكم، وتتبعوا الفيديو حتى التالي بالتفاصيل. وشكرا لكم كاملين على تتبع ديالكم جميع الفيديوهات، شكرا اللي دخل القناه ديالي جديد وقديم، كنشكركم بزاف بزاف بزاف، وكنبارك لكم العواشر ورمضان الكريم، الله يدخل عليكم الصحه طول العمر وبالسلامه عليكم الى فيديو اخر عاوتاني في حويجات اخرين ان شاء الله. باي باي عليكم، تبقاو على خير.